المنتخبات الوطنية تدريباته اليوم في معسكر إيطاليا على فترتين، وذلك قبل خوض لقائه الودي المرتقب أمام كولومبيا يوم الجمعة المقبل. حرص جميع اللاعبين على التمسك بالصيام رغم أن كوبر المدير الفني حدد موعد التدريبين قبل موعد الإفطار الذي سيكون في 9:15 من مساء بتوقيت إيطاليا. واختار الأرجنتيني التدريب خلال الصيام حتى لا يعتاد اللاعبون على السهر. كان اتحاد الكرة أعلن عن تعيين طاقم تحكيم إيطالي لمباراة كولومبيا، فيما يتم تعيين طاقم يوناني لمباراة بلجيكا الودية الأخيرة.